جزاكم الله خيرا. يقول لي قريب غايب وله أولاد، وقد اتفقت أنا وإخوتي وأقاربي بأن نجعل من رواتبنا كل شهر 100 ريال بما يسمى القبطة، وأنا متكفل بجمع هذه الفلوس عندي حتى عودته، فهل يجوز إذا احتجت أن آخذ من هذه القبطة وأرجعه عندما أحصل على الراتب، أي أتسلف منه أو أسلف أحدا منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذه أمانة عندك ولا يجوز لك أن تتصرف فيها وأن تأخذ منها شيئا، لأنها أمانة ووديعة عندك لأصحابها وأنت مستحفظ عليها، الواجب أن تحفظها، وإذا احتجت إلى نقود أن تقترض من إخوانك، تقترض من أحد إخوانك. نعم.